السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم ميني باغيت بحشوة جد رائعة لذيذة بزاف، لا يقول الافطار في شهر رمضان او للسحور، كيجيو لذادين بسم الله على بركة الله. غندوزو المقادير ديال الوصفة ديالتنا. كنحتاجو كاس ديال الماء يكون دافي، العبار دائما بكأس العنبة، كأس الماء يكون دافي، كأس الحليب حتى هو يكون دافي، نص كأس ديال زيت المائدة، حاجتنا المعلقة كبيرة ديال الخميرة، أنا هنا درت الخميرة الفورية، تقدروا ديروا خميرة أخرى، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، ومعلقة صغيرة عامرة ديال الملح. كنخلطوا العناصر حتى كتندمج مع بعضياتها، السوائل كاملين يندمجوا مع بعضياتهم، وكنبداو نزيدوا الدقيق. هنا عندي كأس الفينو، ودرت 3 الكؤوس ديال الدقيق، صراحة ما قدونيش 3، زدت نص كاس في الأخر، زدت نص كاس، يعني 3 الكيسان ونص اللي استعملت في هذه الوصفة هذه. كنبداو نضيفو الدقيق بشوية بشوية، وحنا كنخلطو باش تخلط لنا العناصر، حتى كنديرو الدقيق كامل، ومن الأحسن نستعملو يدينا في العجين باش تعجن لينا مزيان. كنعجنوها وكنخليوها في داك الاناء اللي عجناها فيه، كندهنوها بشي شويه ديال الزيت، وكنغطيوها باش تختمر لينا. خليتها غطيتها بفيلم اليمونتير، وخليناها حتى كطلع عليها ديك، حتى كتنفخ الخميره كتخمر مزيان، عاد كن خليوها تختمر مزيان. صافي كنحطوها جانبا تختمر، وكندوزو باش نوجدو الحشوه. هي في الاصل خصنا الحشوه نوجدوها قبل باش تبرد لينا. كناخدو مقلاه درت فيها زيت المائده، غنضيف ليها الفلفله. العناصر هما هادو اللي تاع الحشوه، كاين الفلفله، البصلة، الدجاج أو لدند، عندنا العطرية، قزبر معدنوس، وعندنا فرماج محكوك. كناخدو الفلفلة، هنا درت فلفلة خضراء وحمراء، يمكن ليكم تستعملو غير المتوفر عندكم في الدار. كنضيف البصلة، كلشي كنضيفو على زيت باردة، كنضيفو على زيت باردة باش إلا درناه فوق النار كياخدو حقهم في الطياب، البصله والفلفله. الا كانت البصله، الا كانت الزيت سخونه البصله والفلفله كتخطف لينا وما كطيبش. زدت هنايا الثومه، درت هنا واحد جوج فصوص ديال الثومه، غنحطها فوق النار حتى كتنزل لينا البصله والفلفله. كنضيف قطع ديال الدجاج، كنضيفو التوابل. التوابل عندي تحميرة، البزار، سكنجبير، الملحة، ودرت هنا عطرية ديال الدجاج. كنخلطو العناصر مزيان حتى كتخلط لينا، وكنقصو عليها النار باش طيب لينا داك الدجاج، يطلق داك الماء ديالو ويطيب لينا، حيت ما كنزيدو لا ماء لا والو، كيطيب لينا غير داك الماء ديالو. هانتوما من نقصنا النار كنلقاو الدجاج بدا كيطيب لينا غير في الماء ديالو. شفتي الماء ديالو فاش كيطيب؟ من بعد ما طاب لينا كنزيدو حتى الاخر، وكنضيفو القزبر معدنوس. كنحيدو الحشوه فوق النار، من بعد ما تقلات لينا وطابت لينا مزيان، ما خليناش فيها الماء نهائيا، كنخليوها جانبا حتى كتبرد لينا واحد شويه وهي دافيه. كنزيدو ليها داك الفرماج محكوك، الفرماج الاحمر محكوك، باش تجينا هاد الحشوه هادي تجينا معلكه. من بعد ما خمرت لينا العجين،
كنديكازيوها، نحاولو نديكازيوها مزيان، وكنشكلو منها خبيزات بحال المسمن، كنقسموها. هاد الشكل هذا كيبحال المسمن، كناخدو الحشوة ديالتنا كنحاولو نقسموها على حسب الكرات، كنديرو في بالنا بأن الكرات كاملين خصنا نعمرهم، كنحاولو نقسمو ديك الحشوة على الكرات، على الخبيزات اللي عندنا، ماشي كرات، خبيزات. كنبداو نطلقو الخبيزة ديالنا على شكل طولي، نقولو على شكل اوفال، على هذا الشكل هذا. كناخدو الحشوة كنديروها في الوسط، كنديروها في الوسط تاع العجين، وكنبداو نجمعو الجنيبات، كنجمعوهم مزيان باش ما يتحلوش لينا، بحال هكا على شكل ميني باغيت. بحال هكا، وكنقدوهم وكنحطوهم في اللاطه ديالنا اللي غندخلوها الفران. كنبداو نقنتو لهم داك الرويس شي شويه، صافي، وكنحطوهم في اللاطه اللي غندخلوها الفران. نزيد معاكم واحده اخرى، ناخذ خبيزه نطلقوها، نطلقوها على شكل طولي، نطلقوها على شكل طولي، ندير الحشوه في الوسط، ونسدو الخبيزه ديالتنا بحال كنقرصوها. باش دابا قربت لكم الكاميرا، كنصايب بيد وشاده الكاميرا بيد، بحال هكا كنقرصو العجينه باش ما تحلش لينا. طريقه سهله على هذا الشكل هذا، صافي، كنحاولوا نسدوها مزيان مزيان، صافي، وكنحطوها في اللاطه ديالتنا. كنخليوها تختمر واحد شويه، وكناخذو ندهنوها بالصفر تاع البيض. هنا درت فيه واحد النقيطه ديال صوص صوجا باش تعطيني اللون، كندهنوهم كاملين بالبيض. وكنزوقوهم اللي عندنا، اللي متوفر عندنا في الدار كنزوقوهم به. هنا غنفلحهم بالموس، ما كندخلش فيهم، غير كنفلحهم من الفوق. على هذا الشكل هذا، انا هنا زوقتهم بالفلفله، فلفله خضراء وحمراء، وزوقتهم، وفي الاخير درت الزيتون. بالنسبه للحشوه، الا بغيتو تضيفوا لها الزيتون تقدروا تضيفوه.
انا ولادي ما كيبغوش ليا الزيتون هذا، علاش ما درتهاش لداخل؟ الصغير زوقت بها ميني باغيت من برا. نقدروا نخليهم غير هكاك، وضفت ليهم شويه ديال الفرماج حمر من الفوق. دخلتهم الفرن على درجه حراره متوسطه تقريبا، كندير لهم طياب الخبز كيطيبوا لنا من التحت وكنحمرهم من الفوق، ما خصهمش يتحرقوا لكم. صراحه هاد ميني باكيت كيجيو لذاد رائعين. نتمنىكم تجربوا الوصفه تاع اليوم بالصحه والراحه، والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله. دمتم في رعايه الله.